صلاة أهل الأعذار. المريض كيف يصلي المريض؟ أولا، هل المرض يمنع من حضور صلاة الجماعة؟ ننظر ما هذا المرض، كما ذكرنا فيما تقدم في الصيام، جرح في إصبعي وقال معذور لا أستطيع الصيام ولا صلاة الجماعة، هل هذا مرض يمنع من حضور الجماعة؟ لا، لكن إذا كان لديه مرض وهذا المرض يشق عليه أن يحضر الجماعة ويمنع من حضور الجماعة فهذا معذور، حمى شديدة مثلا فهذا معذور في حضور الجماعة. يا أخواننا، كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل من رجلين ويسحب سحب إلى المسجد، ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله السلامة والعافية، ظاهر النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل السلف، حرص على الجماعة. الجماعة تشرع حتى عند الخوف، اجتماع وعلى إمام واحد، صلاة الخوف فيها شيء من الغرابة أحيانا تجدها، هذا يدل على اجتماع الأمة حتى في الخوف، إمام واحد ويجتمع فريق يصلي وفريق يحرس ثم يأتي الفريق الثاني وكذا، هذا دليل من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، أقل ما يقال فيها. مفهوم؟ مجلس. طيب، إذا يعفى عن المريض، أي مريض الذي يشق عليه حضور الجماعة يعفى عنه، والله حسيبه. إن استطاع أن يصلي قائما والصلاة قائمة ركن، القيام في الصلاة ركن في الفريضة، أما النافل يصح أن يصلي جالسا ويكتب له نصف أجر القائم، إلا إذا كان مريض ويشق عليه القيام يصلي جالسا وله الأجر كاملا، أو على جنب، أو على جنب، هذه القبلة، ينام على جنبه الأيمن ويتجه بوجهه وجنبه إلى القبلة، كيف يركع ويسجد على جنب؟ يتخيل أنه راكع وساجد، أما حال الجلوس يومئما، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع، انتبه. نعم، إن شق على المريض أداء كل صلاة في وقتها ماذا يصنع؟ يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم بين الظهر والعصر، يصلي الظهر في وقت الظهر ثم يجمع معها العصر، أو جمع تأخير يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر. وكذلك يسن للمسافر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر المسافر الرباعية، هذا الضابط عندنا، يقصر أي صلاة؟ أي رباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء والمغرب، لا ليست برباعية، والفجر، إذن يصلي المسافر الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، هذا إذا صلى خلف إمام مسافر يصلي بصلاته والمسافر يقصر، أو صلى منفردا، لكن إذا صلى خلف مقيم
يأتم بالمقيم ويصلي بصلاته حتى ولو أدرك من الصلاة ركعة. يعني الآن جاء إلينا رجل مسافر وأدرك معنا من صلاة العشاء ركعة واحدة وصلى خلف الإمام والإمام مقيم، ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بثلاث ركعات لأنه أدرك مع الإمام ركعة، مفهوم؟ نعم. عند الخوف ذكرنا صلاة الخوف في الجهاد، نصلي الصلوات جماعة إمام واحد، نعم، لكن إن اشتبك وجاء يعني كان القتال دخل وقت الفجر الآن ما استطاع أن يصلوا جماعة، يصلوا الآن فرادى إنه يخاف هذا المجاهد خروج الوقت، فماذا يصنع؟ يصلي على حاله حتى وإن كان يعني أحيانا ينحرف على القبلة أو يجري أو يصنع شيء من هذا في القتال. مثاله غرقت الباخرة وأخذ يسبح ودخل وقت الفجر، ماذا يصنع؟ صلي على حاله. نعم. طيب،